من الخرطوم ينضم إلينا لمزيد من المتابعة مراسل القاهرة الإخبارية محمد إبراهيم. إذن بعد التحية محمد، هل لك أن تلقي لنا الضوء حاليا حول الوضع الذي يجري الآن في السودان من هذه التطورات المتلاحقة؟ الوضع في الخرطوم مضطرب تماما، هناك أصوات للرصاص في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم، إلى جانب ذلك تتمركز هذه الأصوات في قلب الخرطوم محيط القيادة العامة ومحيط القبري، وكذلك أيضا في جنوب الخرطوم هناك أصوات من حين لآخر، تحديدا في حي الصحافة الذي يقع جنوب الخرطوم. هذا الحي الذي شهد تدفق من قبل ميليشيا الدعم السريع في الأحياء إلى جانب الشوارع الرئيسية وكذلك المواقع الاستراتيجية التي تتمركز فيها هذه الميليشيا. على الرغم من أن الجيش السوداني الآن بدأ ينتشر في وسط الخرطوم، وسوف تتوسع هذه عملية الانتشار للجيش السوداني، لربما عملية الانتشار ستزيح هذه الميليشيا التي تطوف في الأحياء، وكذا الحال أيضا في حي جبرة الذي يشهد من حين لآخر أصوات للنار في مناطق مختلفة، بحسب يعني متابعات لسكان هذه المنطقة تحدثوا عن أن التيار الكهربائي الآن انقطع منذ يومين، حتى هذه اللحظات لم تعود إليهم الكهرباء، وإضافة إلى المياه، وهذه أيضا ربما تفاقم من معاناة المواطنين، خاصة وأن الأجواء في السودان كما تبدو ساخنة، وأيضا الآن هناك يعني تسلل في أحياء مختلفة، هناك أحياء أيضا عادت إليها الحياة، وهناك مراكز تجارية فتحت أبوابها، وكذلك المركبات استأنفت أعمالها في نقلها بنقل المواطنين من أنحاء مختلفة في الخرطوم. نعم، لكن محمد يعني وأنت تحدثني مباشرة الآن عرضت صور للخرطوم بالتحديد وهي تبدو هادئة، يعني مع الهدنة الرابعة التي بدأت في السودان أو دخلت اليوم الثالث والأخير فيها، والجيش السوداني هنا يعني يتحدث على أعداد كبيرة من ميليشيا الدعم السريع استجابوا لنداء الجيش وبالتالي تركوا صفوف الميليشيا، فكيف تبدو هذه الأعداد وهذه التفاصيل أيضا في بيان الجيش؟ الثاني هو بالفعل هناك هدوء جزئي، لكن الغالب الأعظم من المناطق في الخرطوم تشهد أصوات للنار من أنحاء مختلفة وتحديدا في وسط الخرطوم، وكذلك أيضا الجيش تحدث عن أن هناك مجموعة استسلمت، وبالفعل هناك يعني مجموعة استسلمت انضمت إلى جانب الجيش السوداني، لكن أيضا هناك فئة أيضا تتواجد في وسط الخرطوم وتمارس أعمال نهب وسرقات، وهناك أيضا مجموعة الآن تتمركز في حي العمارات الذي اتخذته يعني مرتكزا لها وتمارس عمليات القنص لدى المواطنين. نعم، نحاول أن نتابع معك التطورات أولا بأول طبعا عندما يستجد الجديد. محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية، أشكرك شكرا جزيلا.